فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا. نعم، لأن هذا حث على ترك موافقتهم، وهذا كاف في المسألة، في أننا لا نشارك المشركين في أعيادهم، والكفار في أعيادهم بأي نوع من المشاركة، أو نقيم مثل ما يقيمون فنعطل مثلا أياما في المناسبات مثل ما يعطلون، أو أشد من ذلك ينكسون الأعلام أو يلبسون السواد أو غير ذلك، كل هذا من صفات الكفار والمشركين، والمسلمون منهيون عن التشبه بهم. نعم، السلام عليكم. قال: فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافق لهم لما فيه من التوسيع على العيال، أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم، فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود. نعم، من الناس من يرى أن مشاركتهم في أفراحهم وأعيادهم أنه من باب التوسعة على النفوس وعلى العيال، وينسى المشابهة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فهي وإن كان فيها شيء من التوسعة ومن الفرح وفيها شيء من المصلحة، لكن المضرة أعظم، وهي المشابهة التي نهينا عنها، ولا سيما أن الله عوضنا عن ذلك بعيدين شريفين: عيد الفطر وعيد الأضحى.